قام السفير البابوي لدى الأردن المطران جيوفاني بترودال توزو بمباركة مساعدات إنسانية تشمل أدوية ومعدات طبية تم إيصالها إلى السفارة اللبنانية في عمّان عبر كريتاس الأردن وتاتي هذه المساعدات في اطار دعم القطاع الصحي اللبناني لمسانده لبنان في مواجهه الظروف الصعبه التي يمر بها وفي هذا الاطار اعرب المطران توزو عن امتنانه للاردن على دعمه المستمر للبنان مؤكدا ان هذه المبادره تعكس تضامن المملكه مع الجمهوريه اللبنانيه وأعرب عن تقديره لجميع الذين يساهمون في تقديم الدعم للبنان وبالأخص كاريتاس الأردن